السلام عليكم، واش كنت تسمع الصوت مزيان؟ السلام عليكم. المهم الا كنت تسمع الصوت مزيان نقدر نبدي، سي الا كان الصوت ماشي مليح نشوف كي غادي ندير. سير مزيان وقيل. الصوت مليح صافي. يلا المهم ما بغاش يخدم لي البي سي ديالي. المهم نتمنى يكون الصوت مزيان، يكون كل شيء مزيان، تكون الشاشة واضحة. كما وعدت لي زيتوديون انني غادي ندير واحد الشرح ديال ليفي دو سيبستيتيسيون et l'effet de revenu. يلا المهم السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد لابارتي اللي مهمه جدا، وكنعتذر على التاخير، راكو عارفين لي ماتش اللي راهم كاينين دابا، كاع لي زيتوديون يعني راهم كيتفرجوا على العموم. واحد لابارتي اللي قلت مهمه وصعبه في نفس الوقت، ماشي صعبه، هي سهله الفهم ولكن لي ستوديون كيلقاو واحد الصعوبه في الفهم ديالها، اللي هي لي في دو سيبستيتيسيون اي لي في دو روفون. دونك باش نفهموا مزيان لي في دو سيبستيتيسيون اي لي في دو روفون غادي نحاولوا نعطيو واحد ليكزومبل باش تعرفوا. اول حاجه شنو كنعنيو بالسيبستيتيسيون، وثاني حاجه شنو كنعنيو بلو روفون. يعني لو سيبستيتيسيون هو التبديل، يعني فاش كنبدلو من واحد لو بيان اكس لواحد لو بيان ايغريك، يعني كنديروا واحد لو شانجمون في لا كونسوماسيون ديالنا من لو بيان اكس لو بيان ايغريك، وعنده واحد ليفي ديال لو روفون. دونك لا فارياسيون دو بري، تغير ديال الثمن ا دو زيفي، لورسك لو بري فاري سوا ايت اوغمونتا سوا ايت ديمينيا. فاش لو بري كيتفاريا عنده زوج ديال لي زيفي، عنده ان ايفي de substitution ou un de l'effet de revenu. C'est bien. Le prof qui a donné un exercice calculé, qui m'a dit comme l'exercice avec l'exemple, les partager avec le groupe, dire calculer A, calculer R, calculer les biens X, Y, etc. La méthode de calcul, déjà, on a la combinaison optimale, on a les fonctions de demande, on a le plan de consommation. Et chacun, l'objectif principal est de résoudre les deux biens. Le bien X ou Y sous la contrainte, le revenu. Parfois, on a un le revenu, on a un peu de etc. On a un peu de choses. Et là, on a un peu de choses. Quand on a un peu de l'effet de substitution et l'effet de revenu, je nous ai un le prof. On a un peu de choses. Le prix de X, le prix du bien X, qu'est-ce que c'est un peu de كيعطينا واحد لو بري دو اي غري كتساوي لنا شي حاجه، وكيخصنا نلقاو لا كومبينيزون اوبتيمال. كيفاش لا كومبينيزون اوبتيمال؟ يعني كومبيان دو كونسومي داك لو كونسوماتور، داك لو كونسوماتور بور اتيندر لا ساتيسفاكسيون. يعني هذاك لو كونسوماتور شحال خاصو يكونسومي دو بيان اكس اي دو بيان اي غري بور اتيندر لا ساتيسفاكسيون. هذيك هي لا كومبينيزون اوبتيمال. اي لوسكون بارل على لوبتيموم كنهضرو على يعني ني ماكس ني مين، يعني كنهضروا في واحد ليطا ديكيليبر، وهذيك ليطا ديكيليبر هي اللي كنقلبوا عليها بهاد لا كونترانت بيدجيتير. يعني كنقلبوا على اكس ايكيليبر اي ايغريك ايكيليبر بهاد لي بري دو بيان اكس اي دو بيان ايغريك. مزيان. للاسف ما رانيش حاط قدامي شي حاجه اللي نقدر نشوف لا رياكسيون ديالكم، واش راه هادشي باين، واش الصوت مسموع، واش الكاميرا واضحه. المهم هادشي غيبقى مسجل، وفي الاخر كاع غادي نشوف الا كانوا دي كاستيون ديال لي زيتوديون. سي بيان. المهم لو بري دو بيان اكس اي لو بري دو بيان ايغريك كيعطي لنا هدف الاول.
قبل ما كيعطينا الايفي دو سوبستيتيوشن اي الايفي دو ريفوني شنو كيقول لنا البروف كيقول لك راه لو بري دو بيان اكس او بيان لو بري دو بيان واي فاري سوا اوغمونطا سوا ديمينيا سوا زاد سوا نقص دونك كالكولي لا كومبينيزون اوبتيمال جديده دونك حنايا لا ميم ميثود بور كالكولي لا كومبينيزون اوبتيمال سوا لا روشيت لا ميثود دو تو مارجينال دو سوبستيتيوشن pour résoudre ou là pour trouver ou là pour calculer la combinaison optimale. Donc par exemple la question 1. La question 1 x ou y. Par exemple, la question 2 ra'tayna واحد le prix de x jdida ou là نقول le prix de x بقات نفسها مثلا 1 dirham ou مثلا هنا 1 dirham. Et le prix de y par exemple, il y a qu'est-ce qu'elle dit. Supposons que qu'est-ce qu'elle dit 9 dirhams. Et là, qu'est-ce qu'elle dit 3 dirhams. Calculer la combinaison optimale, je dis. Calculer x ou y. X étoile et y étoile. Un étudiant, je vais dire chauffe. Le revenu reste fixe. Le revenu, on dit par exemple, les chérines de l'air. انا كاتيديون مثلا عندي لو ريفوني ديالي عندي في الجيب واحد 20 درهم مشيت للسوق باغ اكزومبل انا كنتقدر غير جوج صوالح مثلا كنتقدر لو بيان اكس اي لو بيان ايغريك هذاك لو بري دو بيان اكس كيساوي لنا 1 درهم ما ناخذوش 1 درهم ناخذو 3 درهم باغ اكزومبل وناخذو ولا ناخذو 2 درهم باغ اكزومبل وناخذو 2 درهم باغ اكزومبل هذاك لو بري دو بيان اكس هي 2 درهم باغ اكزومبل كناخذ التشين راه حنا دابا فوق التشين راه كيدير مثلا 2 درهم واخا كثر ولكن حنا سوبوزون كو كيدير 2 درهم مثلا التشين كياخذ 2 درهم كيدير 2 درهم للكيلو وكيدير بقى لنا في لو ديبي في لو ديبي ولا غنعطي لكم واحد ليكزومبل المهم نكملوا في هذا ليكزومبل وابخي غادي نزيد لكم واحد ليكزومبل اللي كتلمسوه اللي كيبان وسولوا الاباء والامهات ديالكم وغادي يبان مزيان مزيان قلنا مثلا انا كنمشي للسوق كنشري التشين بهاد لو بري ديال 2 درهم اي ابري كنمشي للبنات باغ اكزومبل بهاد لو بري ديال 9 دراهم دونك هاد 20 درهم كندير لها لا ديستريبيسيون على لو بيان اكس اي لو بيان ايغري دونك هنا بور تروفي اكس اي في الماكسيموم يعني بور اتيندر لا ساتيسفاكسيون ديالي سو لا كونترين ديال 20 درهم Et le prix de x, il y a 2 dirhams et 9 dirhams, on va dire le x ou le y. Ça veut dire, par exemple, la satisfaction d'Yali Kainafid, juste que le dit le chin ou que le dit le ben. Par exemple, réexemple. Et si vous cachez, et si maintenant, le début de la semaine, il y a le mois 12. Gina, le mois 1. Le mois 1, le prix du bien x, dit le chin, sera constant, 2 dirhams. Mais le prix d'Yel Benin ou le net le d'Yel Dren, selon vous, où est-ce la consommation d'Yel le bien X et le bien Y Et la deuxième question, où est-ce la consommation Reddit Z ou la Reddit Nkos Bénis Beli, un jour en goût, il a continué à dire que je suis un ou qu'il y a des bénins, ou qu'il y a par exemple le kilo ou le zouj. فاش غيولي يدير 3 ديال الدراهم غنولي ناخذ 3 ولا 4 ولا 5 كيلو دونك بور اتيندر لا ساتيسفاكسيون ديالي لا كونسوماسيون دو بيان اكس غادي تبقى نفسها مثلا كناخذ 2 يونيتي دو اكس مي لا كونسوماسيون دو بيان واي غادي تزاد هادي اول استنتاج خصكم توصلوا ليه شنو هو هو ان لا كونسوماسيون هاد اكس و واي و اكس و واي جداد مثلا هادي غادي نسميها اكس ا واي ا وهادي مثلا اكس فينال واي فينال هاد اكس فينال واي فينال جداد اكس فينال غتبقى نفسها هي اكس ا هي اكس ا بوركوا باسكو لو بري ريست لو ميم لو بري ما تبدلش مي واي غادي تبدل فاش كانت كي واي فاش كان البنان كيدير 9 ديال الدرهم كنت كناخذ غير كيلو مي فاش ولا كيدير 3 ديال الدرهم وليت كناخذ 3 كيلو دونك لا كونسوماسيون ديالي انا تزادت صافي لو بري ا دو زيفي عنده ليفي دو سيبستيتيسيون نقدر نبدل مثلا فاش كنت كيدير 3 ديال الدراهم ولا كيدير 9 دراهم نمشي بالمقلوب ما غاديش ناخذ البنان غادي ناخذ مثلا لافوكا ولا ناخذ واحد واحد لو بيان اكس ولا لو بيان واي اخر اللي لو بري ديالو اقل من 9 درهم اي لي في الثاني هو لي في ديال لو ريفوني وغادي نشوفوه
حالا شنو هو داك التغير. سي بيان. دونك اون جينيرال كي كنديرو نحسبو عندنا اكس ا هي اللي كتكون عندنا في لا بروميير كيسيون اي ا، عندنا اكس فينال اي فينال هي اللي كنحسبوها ثاني حاجه. واخر سؤال كيقول لك حسب لي لي في دو سبستيتيوشن اي لي في دو ريفون. دونك اكس فينال موان اكس ا هذه هي في توتال. دونك لي في توتال هي اكس فينال موان اكس ا. لي في دو سبستيتيوشن هي اكس انترميديير موان اكس ا. لي في دو ريفون هي اكس فينال موان اكس اي. هادو سو سون دي دوني، ماشي دي دوني ولكن قلبنا عليهم ولقيناهم سواء اون ابليكون لاغرانجيان سواء اون ابليكون لا ميثود دو تو مارجينال دو سبستيتيوشن. لا ميم شوز بور هادي بجوج بيهم. دونك لا كيستيون ولا الحاجه اللي ربما كيلقاو لي زيتوديون فيها صعوبه هي هاد الاكس انترميديير والاي انترميديير. كومون تروفي هاد الاكس انترميديير والاي انترميديير؟ وكاين اللي كيرمز لها بالسي اكس سي اي واي سي. دونك هذه هي لا كيستيون كي نديرو لقى اكس انترميديير اي واي انترميديير. دونك يعني براتيكمون ولا بلا ما نديرو داك لي غراف ولا نرسمو داكشي. دونك بور تروفي هاد اكس اي وهاد اي واي اي شنو كيكون عندنا؟ كنحسبو كيكون عندنا داك الار هو اللي كنقلبو عليه. داك الار هاد الار ماشي هو الغيال، هو النومينال. هاد الار نومينال اللي كيتبدل حتى هو، حيت قلنا شنو الار كيتبدل سوا كيتزاد سوا كينقص. هاد الار نورمالمون شحال هي اكس فوا البري دو اكس زائد ايغري فوا البري دو ايغري. وشنو كنديرو؟ خصنا نديرو لا ديريفي دو ار بارابور ا اكس ايغال ا زيرو. يعني داك الار فاش يوصلنا للماكسيموم ديالو كيساوي لنا زيرو. وكي غنديرو هنايا خصنا هادي كامله نلقاوها اون فونكسيون دو اكس. هادي عندنا اون فونكسيون دو اكس، هاد ايغريك كي غادي نديرو نجبدوها غادي نجبدوها من ليوتيليتي زيرو اللي حسبنا، ومن تما نخرجو ايغريك. باغ اكزومبل عندي واحد ليوتيليتي هي اكس ايغريك. مثلا واحد ليوتيليتي هي اكس ايغريك. زين ليوتيليتي اللي حسبت انايا او ديبي في كيسيون 1 ولا لا كيسيون 1 او ديبي، مثلا حسبت اكس و ايغريك خرجوا لي 5 5 باغ اكزومبل. دونك ليوتيليتي سي 25. دونك 25 لحقاش 5 في 5 هي 25 هي اكس ايغريك. دونك ايغريك هي 25 سور اكس. وهذه نجي نعوضوها في هذا الار، نعوضو ار y بلوتو 25 سور x ونديرو لها كاملة، نديرو لها كاملة الاشتقاق وغادي نلقى ايغال زيرو. صافي. دابا لا كيستيون، واحد لا كيستيون اخرى اللي كتحط واللي لي زيتوديون ما كيعرفوش شنو الفرق اللي كاين ما بين لو ريفوني ريال اي لو ريفوني نومينال. بلا قلمي الاسم ديالو السالير لو ريفوني لو بوفوار داشا، الدخل الحقيقي والدخل الاسمي لا فالور ولا لو ريفوني نومينال اسمي، وعندنا لو ريفوني ريال. نعطيكم واحد ليكزومبل باش غتفهموه نيشان. مثلا عندي زوج ديال لي كونسوماتور باغ اكزومبل، جوج ديال لي سالاري. عندنا زوج ديال لي سالاري، عندنا واحد السالاري في كازا ساكن في سونتر فيل في المعارف الكلام، مانيش عارف شحال وصل تما. المهم كلا باش تكري غتكري 5000 درهم باش تكري في وسط كازا. مثلا واحد الكونسوماتور في كازا كيشد 10000 درهم 10000 درهم، وعندنا واحد الكونسوماتور اخر ساكن مثلا في جراده ولا ساكن في بركان شويه ولا في احفير واحد المنطقه مدينه ولا كاب دولو ولا شي مدينه اللي صغيره ولا تاوريس ولا المهم نقولوا ساكن مثلا في احفير. ناخذوا احفير، احفير اللي كلا فيها تكري دار كامله ب 1000 درهم. دار كامله مانيش عارف كاع تكون مجهزه غتكريها ب 1500 درهم. عندنا دو كونسوماتور، واحد ساكن في كازا كيشد 10000 درهم، واحد ساكن في احفير كيشد حتى هو 10000 درهم.
le revenu nominal, le revenu nominal li kayn bin had li deux consommateurs ra kif kif, ma kaynch différence. واحد خدام في التعليم كيشد 10000 درهم في كازا وواحد خدام في التعليم في احفير كيشد 10000 درهم دونك القيمه الاسميه ديال لو ريفوني كيف كيف مي القيمه الحقيقيه واش كيف كيف واش الشخص اللي عايش في كازا بهذا لو ريفوني هو نفسه اللي عايش في احفير بهذا لو ريفوني لا مجال للمقارنه حنا درنا 10000 درهم نتوما خذوا غير 5000 درهم خذوا 5000 درهم ولا غير 3000 درهم واش 3000 درهم غتكفيك في كازا واش 3000 درهم غتعيشك بواحد لو نيفو دو في اللي يكون مويان بعدا في احفير واكل شارب كاري مكسي باغ كونط في كازا ما غتكفيكش حتى في الكريا دونك القيمه الحقيقيه لو ريفوني ريال اللي نورمالمون خصو يكون كيساوي لو ريفوني ديال 10000 درهم هو 30000 درهم يعني داك الشخص اللي ساكن في كازا وكيقري ولادو في البريفي وخدام كاري في وسط السونتر فيل وكي باش يديبلاصا خصو الطاكسي وخصو الترام وخصو بزاف ديال الصوالح خصو نورمالمون يكون كيشد 30000 درهم اللي هي نفسها 10000 درهم اللي كيشدها واحد خدام في احفير فهمتوا دابا لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لو ريفوني ريال وما بين لو ريفوني نومينال ما بين لو ريفوني نومينال كيما عطيت لي ستوديون واحد ليكزومبل غادي اللي الاخر هو في 20 فبراير في 20 فبراير كانت واحد الحركه احتجاجيه هذيك الحركه الاحتجاجيه الدوله زادت واحد لاسون ديال 600 درهم لي سالاري كاع لي سالاري تزاد لهم 600 درهم كاع الموظفين تزاد لهم واحد الاخر ديال 600 درهم كنهضروا في 2011 ماشي كنهضروا دابا في 2022 اللي رحنا على الابواب ديالها احنا كنهضروا في 2011 كانت تزادت 600 درهم هذيك 600 درهم اللي تزادت واش واحد الزياده اللي حقيقيه ولا زياده اللي اسميه فقط كي غنديروا نعرفوا لو فعلا كانت زياده حقيقيه غتبان على لي كومبورتمون ديال لي زاجون ايكونوميك ولا ديال لي كونسوماتور فين غتبان غتبان في لو نيفو ديال اللباس ديالهم غتبان بانهم 600 درهم غتعاونهم يقدروا كذا ولكن سويفون هذيك لوغمونطاسيون ديال ديك الزياده اللي تزادت لي سالاري في 2011 شنو تزاد معاها باراليلمون تزاد معاها الثمن ديال الكرا تزاد معاها الثمن ديال الترونسبور تزاد معاها الثمن ديال التحسان تزاد معاها الثمن ديال لي فيتمون وتزادوا معاها بزاف ديال دونك هنا هذيك الزياده اللي تزادت واش سي اون اوغمونطاسيون غيال او بيان نومينال غادي تحاولوا تجاوبوا عليها نتوما وابخي نزيدوا دونك هنا هاد الار اللي راه حنا كنحسبوه ها هو داك لو ريفوني نومينال اللي نورمالمون خاصو يتزاد مثلا انا مثلا نورمالمون باغ اكزومبل نمشيو بالمقلوب انا كانت عندي واحد الصالير ديال 20 درهم صالير ديال 20 درهم البري دو اكس ايغال دو درهم ما راهش عندي داك ليكزارسيس غادي نعطيكم ديك لا كيستيون بالضبط فين كاينه باش تعرفوا لا ديفيرونس حيت كتطرح كيسيون سمحوا لي واحد الدقيقه
يلا المهم هاد ليكزيرسيس غادي نحاول نبارطاجيه معاكم باش تخدموه. مهم المهم غادي تسمعوا ياك الصوت مليح. المهم ما بقاش بزاف نسالوا هاد دابا. غادي نحاول نصور لكم هاد 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 ليكزيرسيس ويقدر هو كاع نديروا عليه هاد لابليكاسيون ديال هادي. دابا شرحنا كيفاش لي في دو سيبستيتيسيون لي في دو ريفوني كي كنديروا نحسبوها. يوسف اننا نديروا هاد اكس اي ايغالا اكس سي واللي هي هاد ايغريك اي اللي هي ايغريك سي. كي كنديروا كنقلبوا على هاد اكس اي وايغريك اي كي كنديرو نقلبو عليها كنقلبو عليها بهاد لو غوفوني. لو غوفوني ايغال اكس بيلي اكس زائد ايغريك بيلي ايغريك. هاد بيلي اكس و بيلي ايغريك بجداد بيلي اكس و بيلي ايغريك بلي نوفو. غادي نحاول نولي ندير واحد الخلاصه شهيره. المهم بالنسبه لا كيسيون قالك لا كيسيون اون ادمي مانتونون كو لي بري دي بيان اكس سون 2 اي 2. قبل في السؤال اللي سبق كان عطانا لو بري دو بيان اكس ايغال ا 2 mais le prix du bien y égal à 1. Le prix du bien y égal à 1, ou le prix du bien y égal à 2 dirhams. Quel sera le revenu que le consommateur doit avoir pour obtenir un maximum de satisfaction sur la même courbe d'indifférence qu'à la question précédente? On prend en considération l'utilité totale reste constante et le revenu réel n'est pas changé. Le revenu réel, l'exercice égal à 20, ما غاديش يتبدل. حنا شنو نورمالمون لو روفوني غير ما غيتبدلش. حنا شنو كنقلبوا؟ حنا كنقلبوا لو روفوني اشنو لو روفوني نومينال. هاد لو روفوني نومينال هو اللي كنقلبوا عليه. يعني شنو غيولي لنا داك لو روفوني نومينال فوقاش في هاد لوغمونطاسيون دي بري. فاش تو اوغمونطا لنا لو بري دو بيان ايغريك ولكن لو بري دو بيان اكس ريست كونستانت. يقدر حتى لو بري دو بيان اكس يتبدل مي هاد لوغمونطاسيون دي بري غادي يوقع لها واحد التغير. نعطيكم واحد ليكزومبل اخر. انا كنت كنشد 5000 درهم صافي ديك 5000 درهم كنت هو اللي كنت باغي نقول لكم واللي خليته حتى الاخر. كنت كنشد 5000 درهم شهر قبل رمضان. ديك 5000 درهم كتكفيني انني نكمل بها الشهر. مي بوندون ديك لا دوغي ديال 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 رمضان شنو كيصرا؟ هذيك 5000 درهم ما كتكفينيش. بوركوا؟ لحقاش وقعت لي واحد لوغمونطاسيون ديال لي بري التشين ولا اللي كنا كناخذوه باش نقادو به العصير قبل شهر قبل كنا كناخذوه ب 4 دراهم ب 3 دراهم. داكشي علاش لا ماجوريتي ديال 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 باوتنا كيستوكيو الثلاجة قبل مثلا ب 20 يوم 15 يوم قبل رمضان. لان في الوقيته ديال رمضان كيتزاد هذا لو بري كيولي 6 درهم 7 درهم حتى 8 درهم. دونك هذيك 5000 درهم اللي انا كصالاري كنشدها واللي كتكفيني في كاع الشهور في رمضان ما كتكفينيش. علاش؟ حيت وقعت لي واحد لوغمونطاسيون. دونك نورمالمون شحال خاصها تزيدني لا بونك بلوتو شحال خاصها تزيدني لونتربريز اللي انا خدام عندها باش نتكافى مع داك الشهر. يعني انا لو ريفوني عندي هو 5000 درهم مي بوندون لا دوغي ديال 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 رمضان خصني نورمالمون كون كنشد واحد 6700 و370 درهم غير مثلا. هاد لو ريفوني نومينال هاد لو ريفوني نومينال اللي ربما تقدر تكون زادتو لي لونتربريز. علاش كنقول له نومينال؟ حيت تزاد لي مع الزياده ديال لي بري. هذاك الشيء علاش قلت هي فقط زياده اسميه وليست بزياده حقيقيه اللي تبان. هي فقط زياده اسميه. دونك قلنا هاد لو ريفوني مثلا زادت لي لونتربريز ولات كتزيدني 1370 درهم اللي زادت لي على لو ريفوني اللي كان قبل. مي ديك 1370 درهم هي فقط زياده اسميه. لماذا؟ لان هاد الزياده تزاد معاها شنو لي بري دي بيان. في الاول كان كيدير 1 درهم ولا موراها كيدير
2 dirhams ou bien 3 dirhams. Donc, هذه هي لا كيسيون. غادي نحاول ندير واحد الريزومي. نحاول ندير واحد الريزومي باش 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 تفهموا شويه هذا الشيء اللي كنت كندير. وغادي نحاول نبارطاجي معكم هذا ليكزيرسيس وحاولوا تخدموه وان شاء الله فاش نلقاو شي وقت نديروا له لا كوريكسيون سينو نديروا لا كوريكسيون ونديروا في يلا واش قلنا لوغمونطاسيون دي بري لوغمونطاسيون دي بري Non, l'augmentation des prix a deux effets. L'augmentation des prix a deux effets. L'augmentation des prix a deux effets. Un dos effet de substitution plus l'effet de revenu. On va dire l'effet total. L'augmentation du prix. Ou bien, si je parle de l'augmentation, on va dire la variation du prix. On va dire la variation du prix en général. Soit augmentation, soit diminution. Donc la variation du prix a deux effets. Deux effets. L'effet de substitution et l'effet de revenu. Ou la combinaison, il y a l'effet total. Comment résoudre ou comment trouver l'effet par la méthode. La question l'oula que nous avons, XA et YA. La question tienne, nous avons, X final et Y final. La question tienne, déterminer l'effet de substitution et l'effet de revenu sur un dé, renzid, nous allons aller voir le X intermédiaire ou le Y intermédiaire. سالينا x او y حسبتهم في ليكواسيون الاولى x فينال و y فينال حسبتهم في ليكواسيون الثانيه ليفي دو سوبستيتيسيون اي ليفي دو روفوني باش تعقلوا انا ماشي كنقول لكم لا كيسيون الاولى دونك راه لا كيسيون الاولى ماشي هكاك ماشي في لا كيسيون 1 2 3 4 5 غتلقاو هنايا ليفي لا راه يقدر يكون حتى لا كيسيون الثالثه Ça veut dire, il y a la variation du prix l'état le prof suivant dit la question précédente, tu mets l'effet de substitution. Par exemple, si on a le prix de x égale à 1, le prix de y égale à 3. Si on a le prix de x égale à 2, le prix de y égale à 4. Et le revenu, on l'a dit, on a le revenu, maintenant, on a 20, mais on a le revenu, maintenant, on a 10. La question, on a directement, je nous ai dit, le prix de x reste le même, il y a 2, mais le prix de y, z, libzouj, on a le 7, et le revenu reste le même, il y a 10. Donc, on a un effet de substitution. On a un effet de l'effet de substitution. C'est la question 3. Et bien, je t'en fous. يعني هنا فاش كنقول كيسيون 1 و كيسيون 2 كنربطهم بديك لا كيسيون اللي جايه من موراهم يعني هنايا لا كيسيون هذه لي في دو سوبستيتيسيون هذه لا كيسيون شنو مثلا هذه لا كيسيون ان هذه لا كيسيون ان موان 1 وهذه لا كيسيون ان موان 2 نتمنى تكونوا فهمتوا صافي قلنا لا كيسيون برينسيبال هي دي اكس و واي منين غادي نجيبو هاد x او y اي قلنا داك لو روفوني نومينال اللي هو x بيلي x زائد y بيلي y هاد لو بري دو x اي لو بري دو y منين كنجيبهم كنجيبهم من هاد لا كيسيون هادي اللي وقع لي فيها لو شونجمون لو بري اللي وقع لي فيه لو شونجمون يعني كيسيون 4 هاد y منين كنجيبها منين كنعوضها كنعوضها في الاكس ا والاي غا صافي ديروا هاد الشيما وكتبوه وغادي تفهموه يعني هاد y خصني هادي كامله نلقاها اون فونكسيون دو x بوركوا باش فاش ندير لا ديريفي دو r بارابور ا x غتعطيني اون فونكسيون دو x ايغال ا 0
دونك من هنا نجبد اكس شحال كتساوي ماشي زيرو من هنا نجبد اكس شحال كتساوي ونقدر نجبد اي شحال كتساوي دونك الا جبت هذه هي اكس اي وهذه هي واي اي والا جبت اكس اي واي اي دونك نقدر نلقى ليفي دو سبستيتيوسيون اي ليفي دو ريفوني قلنا ليفي دو سبستيتيوسيون هو اكس فينال موان ليفي دو ريفوني هو اكس فينال موان اكس اي par rapport à x et l'effet de revenu par rapport à y ou y final moins y i mais l'effet de substitution ou x i moins x a par rapport à x et y i moins y a par rapport à y نتمنى تكون استفدت واحد شويه سي ما كاين حتى شي كاستيون نوقفوا اللايف حتى اللايف الماجي ان شاء الله المهم نتمنى تكونوا استفدتوا مهم الى ما كان حتى شي كيستيون نوقفوا اللايف حتى اللايف الماجي المهم قلنا هذيك لا فارياسيون دو بري ا دو زيفي عندو ليفي دو سبستيتيوسيون اي ليفي دو ريفوني لا ميثود بور ريزودر هاد ليفي دو سبستيتيوسيون اي ليفي دو ريفوني هي كما راها ظاهره لكم في الشاشه مهم تحياتي لكم شكرا على غادي يبقى مسجل غيبقى مسجل اللايف وشكرا على التتبع ديالكم غيبقى مسجل يلا تحياتي الله يعاونكم